موضوع بالنسبه لنا بسيط جدا، شيء موضوع وانت بتنزل كده في تكنولوجيا في كندا، في حاجه صعبه تلاقي طالب ينقل من الغلط قدامه شيء او ما يبصش لشيء، تلاقي طالب بيشتغل في المثلثات ومش حاطط حتى مسطره عشان يظبط الايه الزوايا بتاعته. جزء من الدراسه بتاعتنا ان احنا نكون فيه الدقه، مهندس لازم يبقى فيه الدقه، لما بعدنا كده بنقول لك ده الخط ده ما هي الخط ده بتعمل زاويته ايه؟ درجات من ايه؟ وانا اكتبه كده كان فيه فاكر كده الملي ملي واحد كنا بنرسم فيه ست خطوط ست خطوط كنا نجيب القلم كده اللي هو 12 انش ونقعد بالبريك وهيبقى زي الابره كده، فانترسيت الست خطوط المطلوبين من هنا. فتصور انت بتقسم الباقي لست اسباب. بعد كده لو في جزء من الباقي بالتاكيد هتقدر تكبره لما عينك تتعود عليه. احنا عايزين جزء من الشغلانه بتاعتنا دي ان احنا نعود عينك على ان انت تقدر تقيس الحاجه بمجرد النظر. ان انت تقدر تتعرف على المشكله موجوده فين. يعني على الطبيعه كده ابو سامه خط ماشي كده وخط كده مش مظبوط. التركيز بقى الطبيعي تبقى عارف الخط ده هتطلعه ازاي وانت مش متعود. فاحنا محتاجين ان احنا نمررك ان انت تهتم تبقى شايف الكلام ده وتقدر تطلعه. الموضوع مش ان انت تقفل. تعالى انت تقفل. طب تنقل ايه؟ اذا ما كنتش فاهم يبقى هتنقل غلط. يبقى قدامك الرسمه وقدامك انت عارف وعارف المعلومه من المحاضره مثلا ولا من الكتاب ولا بتاع. لكن كابتن كريس ما انتش شريح. ما انتش شريح بذهنك يعني. يعني كل الوظائف الواجهه بتاعت راس الكوبي المفروض ان انا في عندي مثلا الرؤيه بتاعتي دي ارتفاعها ايه؟ ارتفاعها كام؟ 6 سم. انا عندي طول بحطه على برمانه بمعنى كده المفروض ان انا بحط على برمانه يبقى الطول ايه 25 12 والارتفاع بتاعها 6 سم. لما الاقي 6 سم دي موجوده 12 الحته اللي هي الجزء ال 12 اللي هو الهيبر حطه 13 في 12 مش فاهم. وقطعت الواحد لوحه بسبب كده. يعني انت بتنجز مش اختراع، على الاقل راجع معلوماتك وراجعها مع اللوحه بحيث لما ترسم ما ترسمش كده يعني اوتوماتيك كده ما تبقاش فاهم كده. تكتب ترسم وتبقى معلومه لو في حاجه ما تبقاش فاهمها يبقى اسال فيها. جزء من المعلومه ان انت تعمل الزياره اللي احنا قلنا عليها واجهنا لك في النقطه الرابعه التصرفيه علشان تاجل الكلام ده اسبوع ماشي بينا اسبوع بس تبتدي يعمل الكلام ده في الوقت تبتدي تروح المصنع زي ما انا نبهت عليك قبل كده هتصور نفسك جوه المصنع خلي بالك كده ان انت تروح لنفسك كل واحد كده عارف يبقى صراحه اذا بقى عملت مونتاج حطيت صورتك في مش عارف ايه كل الفيلم الهندي ده بيعد الساعه بتاعتك بقى ما بتندمش هتندم على التاريخ بيندم على اليوم اللي انت دخلت فيه شارع شغل مش اشتغلت في الكليه ولا بس كده. كل الكلام ده عشان تبقى ليك مع نفسك عشان تتعلم من الاخر. انا خايف انك تروح مصنع ده ايه اللي هتستفيد لما تروح مصنع؟ انت اللي هتستفيد وانت اللي هتتعلم. انت اللي هتشوف الطوبه دي اللي انت بترسمها وما انتش عارف ابعادها ايه ولا عارف عنها اي حاجه هتعرفها بمواصفاتها كل حاجه. ده مطلوب. احنا ما بنطلبش منك حاجه لو في هدف وراك. فكل الموضوع انت بس تلتزم باللي احنا بنقول عليه احنا هنبقى 10. اللي هيتكلم احنا قادرين ان احنا ايه نرجع تاني ونمشي. طيب. طول ما كنت في الاخر انت في الحته الطوبه دي.
نظام ايه؟ في نظام انجليزي وفي نظام الماني، مش كده؟ طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين النظام الانجليزي والنظام الالماني؟ وليه مختارين ده؟ وليه مختارين ده؟ وفي انظمه ثانيه، يعني بالمناسبه في انظمه ثانيه مختلفه عن كده. ولما نبص كده على القواعد اللي هي مبنيه بالطوب او مبنيه بالحجر، هبص لك ان انا في عندي انظمه مختلفه عن كده. لكن اشهر الانظمه اللي هي شغاله هي هو نظام الطوب. نظام انجليزي، نظام انجليزي ده بيبقى في نظام معين في الراس بتاع الطوب. نظام الفرماني ليه نظام مختلف عن الايه؟ عن نظام الانجليزي. فكده بختاره امتى؟ كده بختاره امتى؟ فانا الهدف بتاعي ان انا ابني حائط، الحائط الاول المفروض ان هو من المكانه ان هو يستحمل كل الاحمال اللي هو عليها. أو يبقى الحائط دوت من الشكل الجمالي إن هو يبقى شكله جميل، يبقى ضريبة راس الطوب مظبوطة، يقوم يديني شكل مميز. هو دول غلطتين الاثنين الأساسيين، إما إن أنا ببني كشكل يبقى المبنى ده الطوب بتاعه ظاهر، في مباني كثيرة جدا الجزء البحث بتاعي أنا أطويله منها، تركب كمان تخش على النت وتبتدي تشوف إيه المباني المبنية بالطوب. مبنى مبني بالطوب. طب الطوب ازاي؟ الطوب الظاهر اللي موجود في المنتجع كويس. في كثير من المهندسين بتاع مثال العالم بنوا مباني كثيره من المباني دي كلها في الطوب، لقيته زي الطوب الى محطه معموله من الطوب. فانت محتاج ان انت تخش وتشوف الكلام ده، الكلام مهم جدا. المرحله او الترم ده اللي احنا بنشتغل فيه كله بيتكلم على المباني اللي هي مباني الاساليب التقليديه دي منتشره وكتيره جدا. موجوده على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. وبتستغل الطرق التقليديه في ان انت تبني بطريقه بسيطه عن طريق الكوب بانواعها المختلفه. او عن طريق الحجر. احنا محتاجين ان احنا نتعرف على ده، محتاجين ان احنا نشوف امثله من بره، نخش على النت نشوف الامثله ننزلها ندرسها ونطلع. البحث ما هوش مجرد ان انت بتروح مصنع وتصور لك التوبتين وبتاع وتاخد فيه ده. احنا بنبحث عن الطوب بشكل عام. فكل ما الطوب هتخش معاك في البحث الطرق المثاليه علشان توصل للحائط يبقى الحائط ده متين. ساعات كده تبص تلاقي ان في عندي حائط وفي شبكه. والشبكه ده جه منين؟ انت باني الطرق اللي هي المعروفه ورابط بالليمونه مش عارف ازاي ليه حتى شبه. يبقى لابد ان انت تتعرف على كده. مصادر ان انت لما تبتدي تخش بقى في تدريب وتمشي هتبص تلاقي في صناعيه ما تفهمش حاجه او بعد او بيرص اي حاجه وخلاص. بيطلع في الاخر الشغل سيء جدا ومهما بقى بدات الشغل ده بقى طيار بدات بعد كده كل الكلام ده في الاخر برضه مش شغل. يبقى شغل ايه؟ محتاجين تكون جبت الاولى وجبت الصناعيه. ازاي ما فيش شغل؟ في خلل مرحلة من المراحل دي. إما الخطوة مش مظبوطة، إما الخطوة مش مظبوطة. فإحنا لما جينا في المصنع عشان نبتدي نتعرف على مواصفات الطوب اللي هي المفروض إن هي مظبوطة في أي مواصفات بتاعتها. وتقدر تتبين الخطوة دي سليمة أو مش سليمة. الخطوة اللي بتبني بيها دي كويسة وهتؤدي إن أنت فعلا المبنى بتاعك ده يبقى من متانة ولا لا. الطوبة طريقة رص الطوبة هترص بالطريقة الإنجليزي ولا هترص بالطريقة الألمانية؟ تختار لازم في سببيه لاختيار نوع طوب انت خدته ده. الطوب دوت مطابق او مناسب للمكان اللي انت بتحطه ولا لا؟ يعني لما تيجي تخش المصنع كده وبتاع وتسال ابو سيد في انواع الطوب ما تنفعش تتحط في الوسط اللي فيه ميه. يعني دورات الميه لما تيجي تبنيها ما ينفعش تبنيها بطوب الا اذا كان الطوب دوت مش هيتاثر بالميه. لان دوره الميه ممكن يبقى فيها ايه؟ الميه موجوده. طيب لو انا في عندي اساسات وهتبني الطوب وسط الاساسات. طيب الطوب دوت هيتعرض لميه جوفيه ولا لا؟ الميه الجوفيه دي هتعمل ايه في الطوب؟ هتحلله على البواط. يبقى لابد ان انا اعمل حسابي ان الجزء دوت من الطوب هيبقى تحت منسوب الميه الجوفيه. يبقى ما يحصلش كلام بالنسبه له.
مهم جدا ان انت تبقى ملم بالمواصفات بتاعت المعطوف عشان تعرف القوه دي انت هتاخدها وتحطها في الحته الفلانيه. الحته اللي انت حابب تجيبها ان انت هتحط القوه يبقى لابد ان انت تدرسها كويس ولابس الطول اللي انت هتستخدمه في المكان دوت علشان ما يحصلش اي تلف بالنسبه للمكان دوت. ده محتاج ان انت تبقى عارف المواصفات بتاعت القوه. لازم تبقى عارف الخواص كنا بنتكلم عليها، تبقى عارف الخواص الطبي، تبقى عارف مقاساته ايه، تبقى عارف فريق النص ايه، تبقى عارف ان الطول بعد ما تبنيه ممكن يبقى واخد طبق بياض زي اللي موجوده دي. بتكلم على البياض اللي هو طبق تجمونه، بتكلم على طبقه سطحيه. ما بيحصلش لبس كده في الموضوع ساعات. يعني الناس كده تقول والله ايه ده انا هغير البيت بتاعي بعد كده. لا احنا عندنا في فرق بين البياض وبين الدهنيه. البياض هو ضغط الطبقه بتبقى حوالي 2 سم بتبقى على طول. ثم بعد كده بيبقى في طبقه دهنيه. دي اسمها بياض ودي اسمها دهنيه. ما بتعملش خلط بين الاثنين. في البيت عندك كده تقول والله انا هجيب موبايل. الموبايل ده هيبقى وظيفته ايه؟ ان هو يدهن. لا ده مش موبايل طحاره او مش ده مش موبايل بيعمل خلط بياض، ده بيدهن بس. الموضوع مختلف. في كده في اللفظ ده ممكن بيحصل لبس ما بينك وبين الايه؟ العمل الحقيقي. طيب مريت عليكم كده وقلنا والله ده ايه يا بعضهم كده قلنا والله ده احنا في سنت كده لازم يبقى داخل في الجمله. لو ايه سنت كده في بعد ما بتاع ومش عارف ايه وبعمل لي فرد ولا مش فرد. اه طبعا ده هو طول بعد ما يبان المفروض بالفرد ايه منه على الاقل سنت. خد صوت ده ليه؟ ليه العربيس اللي احنا بنتعبوا قلنا ده والله ده في العربيس اللي موجوده دي ممكن يبقى شكلها كبير وممكن يبقى طول صغير يبقى العربيس دي شكلها كده بومبيني بارز بره داخل جوه في زاويه كل اللي هي الانواع اللي احنا قلنا عليها دي. وايه حبيبي العربيس دي؟ شكل اه جزء منها شكل. انما لو انت شكل بتقول شكل انت اصلا عايزين يغير عليه وشكل ايه اللي انت هتغير عليه؟ وخلاص ما كانش الشكل المقبول بالنسبة للطوب أو للحوائط اللي هي ذات طوب ظاهر. الطوب الظاهر هو اللي هيشوفه أنت إيه؟ زي ما كنا بنقول لك الطوب بتاع الملابس. يعني يبقى كتير جدا من الطوب ممكن يبقى شايفه أنت يبقى ظاهر، تشوف لونه، تشوف مقاساته، تشوف جوه كاملة، تشوف العلبة ممكن جوه طول الأرض، البيزنطين، كلها مواصفات بتكون واضحة. لما تحط العطوس في أي شكل من الأشكال دي هيضيف فيها جزء من الشكل اللي قد يكون يعني يضيف بشكل جميل. انما حيث وضع بياض بتعمل عربيس ليه؟ واحد عمال يقول لي مش عارف ده غلط ولا صح. ما هو العربوس دوت لازم يتفضل ليه؟ لان العربوس دوت هو ده اللي هيخلي في تسنينه في طول. يعني لو الطوب مش هيتم وانا بعد عليك اقول لك حط لي دي كده حط لي دي كده حط لي دي كده يبقى معناه كده في ايه؟ في عروس كده. العروس ده عاده ما اتفقنا ان هي بقى تقريبا يبقى سنتي والدخله دي تقريبا بتبقى سنتي. السنتي دوت بيديته ايه؟ بيديته ان انت هتجيب طبق البياض بعد كده. طبق البياض اللي انت هتحطها ايه؟ طبقة البياض دي هتبقى السوق بتاعها زي ما قلنا حوالي سم. طيب لو ده عبارة عن خط كده وحطيت طبقة البياض كده خط، ايه اللي هيحصل؟ كله في بعض ولا حاجة. انما انت كده عملت تعشيها على الشكل ده دخل عندك كده. التعشيها اللي انت عملتها ديت هي دي اللي هتأدي ان الجزء بتاع البياض اللي هنا ده هيحفل على الحيط يبقى فيه تماشي ما بين الاثنين. ده اكتر من كده السطح بتاع الطوبه ده السطح دوت قد تكون سطح ابلس. وابلس يعني ممكن يبقى قاعد. يبقى طبقه البياض دي هتمسك كده ازاي؟ مش هتمسك. يبقى معنى كده ان احنا نبص
طيب عشان نساعد ان هي تمسك عملنا العربيه فيكس، وعشان نساعد اكتر ممكن احنا السطح بتاع الطوبه ايه؟ نخليه ايه؟ خشن. هيبقى خشن ازاي؟ عن طريق 13 اسمنتين. سمعنا كده هنا حاجه على الوجه اللي موجوده اللي هنا دي، فابتدي اطرش الكلام ده. اطرش الكلام ده بمعنى كده ان السطح اللي موجود ده بدل ما هو سطح املس ناعم ممكن يبقى عازل ما بين الطوبه وما بين البياض، لا ده نخليه خشن. يبقى معنى كده ان ايه؟ ان هيحصل ارتباط ما بين البياض وما بين السطح بتاع الطوبه، وفي نفس الوقت هيبقى في ارتباط ما بين البياض وما بين العربيز دي اللي هي داخل الجوه، اصبح ماسك الطوبه ومحمل على القاعده. اذا كل حاجه ليها سبب، يعني في سببيه، مش حاجه كده عشوائيه كده، لا في سببيه للموضوع ده. ومهم جدا ان احنا نبقى عارفين السبب ايه، ما تخش كده مسلمات وخلاص. مش الدكتور قال لك ان انت تعمل سنتي بطلت تعمل سنتي وخلاص ومش عارف السنتي ده بتاع ايه، ده ما ينفعش. لازم السببيه تبقى عارفها عشان الواحد ما يترضاش. يبقى انت خلاص تقول لا ده انت غلط طبيعة بقى. يعني بعد ما يفتش يعني يجيب مونة اسمنتية، لأن دي بتبقى اسمنت ورمل، رمل المفروض رمل ايه؟ نسميه رمل هامش. يعني رمل خشن نسميه رمل هامش. الرمل الهامش ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن رمل الموهبة بتاعته كبيرة شوية. يقوم يجيب زي الصنفرة كده. يقوم الرمل مع الاسمنت هتبتدي تطرشه بمونة اسمنتية عالية الاسمنت. اصبح السطح بتاعي كله بقى عليه طبقة مونة اسمنتية تتغذى كده وفيها حبيبات الخشنة دي. لغاية كده ماشي. فاضل حاجة واحدة بقى، إن أنت تضمن إن السطح اللي موجود دوت بقت المونة جزء من الطوب. اللي هي التتغذى اللي موجودة دي بقت جزء من الطوب. طب أنت هتعمل الكلام ده إزاي؟ عملية الأسمنت نفسه لو أنت عملت الكلام ده وخلصت الأسمنت وخلاص وجيت فيضت بعد كده هتنفصل برضه. ليه؟ لأن الأسمنت خدته في إعدادي كيمياء وخدته فيها الأسمنت ولا ما خدتوش؟ عارفين عملية الإيماء بتاعت الأسمنت؟ ها؟ خدناها إيه؟ طيب. إيه الإيماء بتاعت الأسمنت؟ إن أنا في عندي الأسمنت لما بنضيف له المية عشان يعمل عملية الشكل بيحتاج مية وبيحتاج وقت وبيصدر عنه حرارة. طيب الميه اللي موجوده ديت بتعمل على عمليه تصادم اللي الاسمنت، الاسمنت لما تصادم مع حبيبات اللي هي موجوده بين الرمل الحارش تبتدي تصادم الكلام ده على الحائط، يبقى معنى كده هيمسك الحائط. الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج ان انت ترش الحائط دوت على الاقل 3 ايام. لو ترشه امتى؟ ترش الصبح قبل شروق الشمس، مره ثانيه بعد غروب الشمس بحوالي ساعه. لابد ان بلدك ترش الميه على الاقل 3 ايام. لما بتعمل ترش ميه بقى بتشغلها، بعد كده بقى في ايماء الاسمنت حصل، التفاعلات بتاعت الاسمنت خلصت وبقت خلاص بقى جزء من الحائط اللي انت بترشه. بقت الصنفره اللي موجوده دي ماسكه في الايه؟ الحائط. تيجي بقى بعد كده تضيف طبقه البياض اللي هي بتبقى موجوده دي، خلاص طبقه البياض دي بقت جزء من الحائط. يبقى خلاص بالتعشيع بتاعتها السطح الكشن اللي انت ماسك فيه بقى كل ايه؟ كيان واحد. بقى الحائط قوي. بقى البياض قوي. ما يحصلش ساعات كده نلاقي البياض ايه بلى، ساعات نلاقي البياض ده ايه انفصل. احنا مش عايزين لا البياض ده ينفصل ولا عايزين الكلام ده يشق. يبقى معنى كده ان احنا لابد نحط كل المواصفات اللي توصلنا ان الحائط دوت يفتح سليم. طب قبل الكلام ده بقى والحائط ده عشان يبقى سليم مش مفروض ان هو يبقى مبتدئ، لما تبنيه يبقى راسي، لما تبنيه يبقى طول الخط افقي، مش كده؟ يبقى لابد ان انا يبقى الحائط ده السطح ده كده راسي بالظبط. اي السطح ده يبقى راسي ازاي؟ في عندنا حاجه اسمها زاد خيط. ايه بزاد خيط دوت؟ عباره عن بكر بدر مشددة. البقرة دي مفهومة فيها خيط. الخيط ده نازل كده وفي الآخر في جقل مشددة. الجقل دوت
دوت البروز بتاع البؤر اللي هنا ده، البروز اللي هنا ده كده بسبب البروز بتاع البؤر اللي هنا. يعني ده على حاجة واحدة. طيب لما انا ببتدي احرك الخيط كده وده سطح بتاع الحائط حاطين ده على الحائط، لما ابتدي بنزل الخيط ده واطلعه، الاحتكاك ما بين ده وما بين الحائط اللي هنا بيوريني والله ده في مسافه، اللي هي مسافه ايه؟ فبعد كده ان ايه؟ ان الحائط مش مظبوط، ده الجزء دوت خبط الحائط وما بقاش يتحرك بسهوله. فمعنى كده ان في جزء هنا في ميل مثلا، الحائط ده ميل كده مثلا، او الحائط ده ميل كده مثلا. يبقى اظبط الرأسية بتاعت الحائط ده مهم جدا. طيب والحائط دوت لما ابتدينا في الواجهة كده نرسم الحائط دوت ولقينا ان انا في عندي الخطوط بتاعتي بالشكل ده اللي هي العرابيس والمسافة فيها اتفقنا دي كل واحدة بجولت 6 سم. لما اجي وابتدي اعمل ميزان هنا بميزان مية وابتدي شد خيط كده يبقى ده يبقى لابد يكون افقي طبقا لميزان الميه. عارفين ميزان الميه؟ ميزان الميه ده بيبقى عباره عن حاجه وشكلها بيبقى فيه علامه هنا كده فيها قاع هنا، وممكن يبقى كمان الجزء الاعلى كده يبقى فيه قاع موجود. انت عايز القاع دي تبقى في النص بالظبط، لو القاع دي في النص بالظبط يبقى الصرف ده كده مظبوط. يبقى معنى كده ان انت ظبطت الميزانيه بتاعت الحائط، بقى الحائط افقي بالظبط والحائط كمان راسي بالظبط، يبقى الزاويتين مظبوطين معاك، ما بقاش بقى مشهور، ما بقاش مايل، ما بقاش في اي كلام من ده. اذا ما بقاش الحائط بالطريقه ديت بتحصل مشاكل. ايه بقى المشاكل؟ ممكن تبص تلاقي الحائط طلع ولما وصل لغايه هنا بقى في عندك حاجة معدلة كده. الله بقى في مسافة هنا أكبر من المسافة اللي هنا. ليه؟ لأن ما هوش موزون. بص تلاقي مثلا بنيت هنا كده لما وصلت للكاميرا وصلت لقيت فيه ديل سمكة كده أو جزء باجي كده ما بين الكاميرا وبين الحاجة اللي أنت بتبنيه. طبعا الكلام ده كلام كبير جدا. هتحط بقى هنا مونة ولا هتحط طوبة ولا أجزاء من الطوبة، كل الكلام ده كلام مش مظبوط. ده مهم جدا عشان يبقى كلامك مظبوط ان انت يبقى في عندك ميزان عشان رأسية الحائط وميزان عشان افقية الحائط. مفهوم كده؟ يبقى كده هتقدر تحصل على حائط مبني الرأسية بتاعته مظبوطة وكده مظبوطة. لما يكون في عندي طوب وطوب تساوي، طب احنا العربيات دي بناخدها كده بالنظر نقول والله ده العربيات ده جايز يطلع 8 مللي، جايز يطلع سم، جايز يطلع سم في 2 مللي اهو كله في الاخر هيتغير. انما لو كانت بقى العربيات دي كلها عايز اظبطها ان هي تبقى سم لانها في شكل، يبقى معنى كده ان انا ممكن ايه؟ ممكن اجيب سيف، والسيف دوت يبقى سم في سم. لو السيف اللي هو سم في سم ده لو انا جيت السيف دوت كنت حاطه هنا، السيف ده يجي كده كنت حاطط السيف دوت، السيف ده عباره عن سنتي في سنتي، يعني السيف دوت هيبقى ايوه السيف ده بالشكل ده كده. طيب السيف ده بقى بالشكل ده جيت كنت حاطه كده، هو السيف ده لما اجي ابني ولما اجي احط هنا 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 هتقف لغايه هنا هتسيب لي سم سم ده، وهيبقى الطوبه دي لما تيجي تتحط هتتحط هتدي لي مسافه سم، واللي بعد كده نفس الكلام يطلع كل الكلام ده منتظم. طبعا الكلام ده عشان تحط الشيك سيف والشيك سيف بياخد ايه؟ بياخد غلبه شويه وبياخد وقت اكتر، وبالتالي الكلام ده بيبقى مغري اكتر، لكن في الاخر بيدينا شكل افضل لان الشكل منتظم. ماليش محتاج قوي الانتظام في الحاجة اللي انا ايه؟ هرتيه بطبقة البياض. لكن لو الكلام ده ما عنديش طبقة البياض وده اللي هيحصل يبقى محتاج ان انا احط ده بده علشان لما ابتدي افرغ ده يقوم يديني سم سم. يبقى العروس كده من الاول للاخر منتظم. عشان كده بنعدي عليك ولا لا؟ وانت دلوقتي
عامل لي ايه؟ العروس ده اكبر من ده، العروس ده اقل، مش علاقة المعروف على كده. انا عايز اقول لك الكلام ده في الطبيعه هتلاقيه، والطبيعه زي ما قلت شيك عملت الرسم اللي هو تحت ايدك اللي انت بترسمه باحترام طبيعه السلم. فجزء من اللي احنا بنعزمه لك الدقه المطلوبه علشان بعد كده لما تتابع شغل على الطبيعه تبقى انت فاهم بتعمل ايه؟ تبقى ماشي الكلام ده هتطبقه هنا وتطبقه على الطبيعه يبقى كبير ما تتعلمش حاجه. يعني عايزين يبقى سلوكك كده نخلق فيه السلوك اللي هو في الدقه في الملاحظه والملاحظه اللي هي في الاخر لما يكون في حاجه على الطبيعه تقدر تقول فيها مشكله ولا لا. يا ريت مثلا ضمن البحث ان انت تشوف حائط او حد بيبني حائط وما اقصى الناس اللي بتبني وتصوره وتقول لي والله ده الحائط ده كان بيعمل اي حاجه، لا ده الموضوع مش مظبوط، ده العربيس مش مظبوط، ده العربيس الفرنسيه مش فوق بعضيها، ده القطع الحالي مش موجود، ده لما جينا من هنا بصينا لقينا العربيس في حته كده وبعد كده هو كده هو كده بمعنى كده ده كده مش مظبوط، المفروض يكون فيه تعشير ده هو ما عملش تعشير. ابتدي شوف الكلام ده وابتدي طلع المشاكل الموجوده، طلع العيوب الموجوده اللي انت ممكن لما تشوفها وتحددها العيوب الموجوده ديت انا لاحظتها لقيت ان في فعلا مشاكل موجوده في الكلام ده. لو قدرت تطلع المشاكل دي يبقى خلاص انا في الصح، تحددت العيوب. اللي جنب دي ممكن اضربها في القلم كده تفوق لانها هتعمل كده. القلم على ده ازاي احصل على حائط فوقي؟ تيجي بقى الرباط، جزء من الكلام ده الرباط. لو انت عايز تحصل على حائط فوقي تحصل عن طريق الرباط الانجليزي ولا الرباط البرمجي؟ الرباط الانجليزي ده هتلاقي ان انا كاتب عليه الرباط الانجليزي او مصر القديم، مصر القديم ليه؟ لان هو دايما سنين كده لما تروح كده هرم سقارة وتشوف هرم سقارة بقى ازاي هتلاقي هتلاقي الرباط الانجليزي. لا كان فيها لا كان في انجليز ولا كان في انجلترا ولا كان في الكلام ده، كان كله مصر. ومصر اللي هي كل ايه؟ كانت مسيرة عندها اكثر من 3 4000 سنة وهرم سقارة قبل انجلترا والكلام ده كله. كل ما في موضوع طبعا خدوا الطريقة دي وايه؟ قعدوا البلد الواقع رسموه واقع فيه بقى الرباط الانجليزي. هي حياه الامر لما نرجع كده لاصول التاريخيه هنلاقي ان هي مبني فيها كثير من الاثار المصريه. هي طريقه المصريه القديمه هو ده الوقت الانجليزي. ثم في طريقه ثانيه اللي هي الوقت البرمجي. حد يقدر يقول لي بقى انهي الاقوى لما اجي افتح ده مخصص ايه وده مخصص ايه؟ قلنا اسمي ده قلنا سؤال هل هي الافضل الرباط الانجليزي ولا الرباط البرمجي وليه؟ ايه السبب؟ وكده اوريك نفسي كده عشان تصحصحي كده ولا انت بقى؟ Thank you.
بص كده هتلاقي ان انا في عندي هنا عباره عن نص دوبه وعندي ربع، وجينا على الربع هنا ربع يبقى كده عندي دوبه. مش كده؟ طيب الدوبه دي اسمها فين؟ اللي هو هنا اللي هي دي دوبه كده اللي هي عباره عن 25 12 وهكذا يكرر الكلام ده. وفي نفس الوقت عندي الخط اللي موجود عندي هنا اللي هو الخط ده. لما نشوف كده التقاطعات اللي هي موجوده في النظام الانجليزي هنلاقي التقاطع اللي هو موجود اللي هي المونه اللي هي موجوده. ابص هنا مفيش مونه راكبه مع بعضيها، كل ما في الموضوع في عندي النقطه دي سم في سم في عندي دي سم في سم في عندي دي سم في سم وهكذا. وانا ماشي كده ابص ايه يا دوبك هي دي الاجزاء اللي هي مشتركه. اذا ما عنديش عرابيس راسيه من جوه كان بالظبط الحائط هو مقسوم، لا القطع مش مقسوم، كل ما في الموضوع انا عندي تقاطعات كده عباره عن سطر سطر. مفهوم كده؟ طيب نتكلم على فلافانكي بقى. ايه اصلا مشكلتها ايه او سببيتها ايه؟
في حد مش مساوي الكلام ده او مش فاهم الكلام ده، في حد ليه سؤال يسأل. طريقة معقدة. Yeah.
الحاج اللي هو يبقى نص طوبة، نص طوبة يعني ده اللي هو 12 سم. ده 12 سم، ده من باب من باب تاني. طيب من باب الأولاني اللي هو ده 25. من باب التاني هنعمله إيه؟ هنعمل نص طوبة وهنعمل طوبة ربع طوبة؟ لا طبعا. أنت لو عملت نص طوبة وربع طوبة بقت ضعيفة جدا. وخد خاصة إن ده كله سمكه عبارة عن نص طوبة. فبنعمل إيه؟ نبتدي بتربع طوبة. ما بتبتديش بنص طوبه ولا بنقصر ولا بنقص دي، لا خلاص دي عايزينها تلات ارباع تبقى حته واحده تلات ارباع. لو في استفسار سهل لو في حد عنده صوابع سؤال تلات اجسام ازاي؟ بان انت تختار الكوبه المناسبه في المكان المناسب.
مكان المناسب ده دورك. بالتالي عمرك ما هتعرف تعمل الكلام ده بدون ما تبقى عارف مواصفات الطوبه ومشاكلها ايه ومميزاتها ايه. ده مطلوب ومهم جدا بالنسبه لك. ابتدي اشتغل البحث، لان البحث هياخد منك مجهود. على قد ما تبذل مجهود على قد ما هنقدر نقيم الكلام ده بشكل ايجابي بالنسبه لك. خلاص؟ هندي النسخه الزاويه الكبيره عشان نصورها، ويا ريت تقدروا تاخدوا الكلام ده دلوقتي، يعني سيبك كده ربع ساعه ولا حاجه. خلاص كده انتوا معاكم تقريبا كورس مش كده؟ تعيشوا مع بعض بقى، هو هيصور الكلام ده، ثلاثه اربعه يصوروه، يبقى اعطوه خلاص؟ اتفضلوا.